السلام عليكم. تابع درس الكلوجر. في حاجة اسمها Capturing Values. Capture Value ده بيفيدنا لما يكون عندي أكتر من function داخل بعض، يعني nested functions أو nested closures، وفي عندي في البراميترز بتاعتي قيمة أو values بتاعتي عايز أبصيها بحيث ال functions تشوفها جوا بعض. يعني لو في function متعرفة داخل function تانية، عايز الفانكشن اللي جوه دي تقدر تقرا وتشوف الفاليوز الموجوده في البراميترز بتاع الفانكشن الرئيسيه، وده في الحاله دي بيسمى عمليه كابتشر فاليوز. دي قوه الكلوجر، بتيجي في الحته دي انها بتقدر تباصي الفاليوز ما بين بعضها، تستخدم الفاليوز جوه بعضها. عشان نوضح المثال ده هنعمل مثال فانكشن بسيطه، اني عايز فانكشن تغير لي بس الحروف بتاعتي من upper case ل lower case. فهتاخد بارامتر الاول يحدد لي اذا كنت انا عايز upper ولا lower، فليكن upper case من نوع bool، وهتاخد عندي بعد كده مجموعة strings من نوع string وثلاث نقط، معناها اني احط انا براحتي الكمية اللي عايزها. والفانكشن دي الرئيسية هترجع لي array من ال strings بتاعتي بشكلها الجديد. فدي فانكشن رئيسية. أعرف في الأول array فاضية من نوع strings بحيث ترجع فيها القيمة بتاعتي، وأعمل لها return قبل ما أنسى من هنا، رجع لي return، رجع لي new strings بتاعتي. في النص هنا هعمل اتنين فانكشن، واحدة هتغير لي لل upper case، والتانية هتغير لي لل lower case، وهعمل أمر F بسيط يشوف ال upper case بتاعتي الموجودة عندي في ال كبارامتر. لو كانت upper case يبقى نفذ ال change upper case، لو كانت التانية يبقى نفذ ال lower case. في حالة ال upper case، ودي الحتة اللي تهمني هنا اللي تدل على الكابتشر فاليو، ان عندي هنا سترينجز ودي فانكشن تانية جوه، يعني كلوجر الفانكشن ما هي الا كلوجر. فعندي ادي كلوجر جوه كلوجر رئيسي، والكلوجر اللي جوه ده بالرغم انه منفصل المفروض وبينفذ الكود اللي جواه، لكن هيقرا البارامتر بتاع الفانكشن اللي هو موجود جواه بالفعل. فاقدر بسهوله هنا اقول له فور اس مثلا من سترينجز اراها عادي خالص، واقول له مثلا النيو سترينجز بتاعتي اللي بره دي اعمل لي append للاس دوت ابر كيس، فكده لف عليها واعمل لي append. نفس الكلام هنا هقول له نفس الكلام new strings دوت append للاس بتاعتي للور كيس. كده كل اللي هعمله بس اني مثلا هقول له هنا let uppers مثلا يساوي change case true، انا عايز upper case، وعايز مثلا شوية أسماء زي أحمد، علي، عبد الله مثلا، دينا. فهلاحظ إنه عمل لي كونستانت بالحاجات دي بأبر كيس، وهسمي مثلا ده لورز، وهخليه المرة دي نفس القيم بس عايزها المرة دي فولس، فكده هينفذ الحالة التانية، طلعهم لي كلهم سمول. يبقى كده الفانكشن بتاعتي نفذت تمام، وفهمنا يعني ايه كابتشر فاليو. في مثال حلو تاني برضو حابب اعمله معاكم. المثال ده هسميه ديجيت نيمز او ديجيت نمبرز، اي اسم عايزين نسميه. المثال ده ببساطة لو عندي رقم زي مثلا 156، عايزه يطلع لي الرقم ده بالشكل ده، يقول لي 1 5 6 مثلا، تمام؟ فياخد ارقام ويحولها لي للسترنجز بالشكل ده. عشان اعمل المثال ده هستخدم الكلوجر. فالاول هعرف حاجة اسمها digit names، ودي عبارة عن dictionary، والdictionary بتاعي ده هياخد الكي 0 لحد 9، والزيرو هيكتب لي السترنج المقابل ليه، والواحد يبقى 1 والتو يبقى 2 وهكذا.
ادي 7 7 وادي 8 8 وادي 9 اخر حاجة عندي 9. كده عرفت انا ديكشنري بسيط خالص، بياخد كيز ارقام، وال values بتاعتي عبارة عن السترينج للرقم المقابل. وليكن هنعرف مثلا شوية sum numbers، عندي شوية أرقام وخلاص عايز أشتغل عليها، وليكن 17 مثلا، 59، 514، 1300 مثلا، 45، أي أرقام عادي. وهعرف هنا حاجة مثلا أسميها strings، أنا عايز السترينجز بتاعتي. فهعمل عملية mapping وافتح القوسين المعكوفين بتوع الكلوجر بتاعي، وهبدأ استخدم شوية حاجات هنا. هقول له مثلا number، هو هياخد number صح، الرقم هياخد number وعايزه يرجع لي string وين ايه في الكلام اللي هيحصل هنا. هقول له ان هسمي حاجة هنا variable اسمه output، عشان بس هطبع عليه الناتج كل مرة وبعدين اطبعه او اطلعه في العملية عندي، اعمل له return، وفي الاخر خالص هنا اعمل return للاوتبوت بتاعي. تمام. طيب عشان انفذ الحتة دي هستخدم while، هنستخدم اللوبس. هقول له والله طالما الرقم بتاعي ده فوق النمبر بتاعي اللي انا مطلعه من هنا، ادي النمبر اللي انا مطلعه من هنا وادي الاوتبوت اللي هيرجع لي string، والله طالما النمبر بتاعي اكبر من الصفر، نفذ الكلام التالي. امسك الاوتبوت بتاعي وهات لي الديجيت نيمز بتاعي اللي فوق ده، عملت اكسس على الديكشنري بتاعي، وعايز الكي بتاعي هنا يكون الرقم بتاعي ده النمبر، وهات لي باقي القسم على 10 على 10. وهقول لكم ليه انا عملت الحركه دي، وضيف لي عليها الاوتبوت اللي قبل كده. وبعد كده امسك النمبر بتاعي ده اقسمه على 10 عشان ترجع اللوب تاني بتاعتي تكمل لحد ما توصل للنمرة اللي انا عايزها. طبعا حدث خطأ هنا، والخطأ ده انا عارف ليه. الخطأ هنا بيقول لي عشان النمبر ده مش immutable، ده immutable يعني حاجة ثابتة let constant. النمبر اللي انا معرفه هنا، وده احنا عارفين الكلام ده في الفانكشن من زمان، ان البارامترز بتاعتي بتبقى constant الا لو انا قلت له عكس كده، فلازم احط هنا var قبلها. يبقى انا كده عرفت النمبر، احط ده بس بين قوسين عشان ما تحدثش مشكله معايا، عشان يقراه انه باراميتر. القوسين هنا كان ليهم لازمه كتير، عشان هو من غيرهم كده العمليه اتلخبطت معايا، عشان اوضح شكل الفانكشن بتاعتي. طب ليه انا عملت هنا باقي قسمة 10، وليه قسمت بعد كده على 10؟ اول رقم عندي ده 17، 17 ده لو جبت باقي القسمة بتاعه هلاقيه كام؟ على 10، باقي 7 اللي هو أول نمرة هنا. هيمسك السبعة بتاعتي دي ويجيب الديجيت نيم بتاعها، 7 الديجيت نيم بتاعها 7، ويزود عليه مسافة ويحط الأوتبوت اللي هو لسه هنا فاضي، فيبقى كده حاط لي كلمة 7. جه بعد كده راح مسك ال 17 بتاعتي قسمها على 10، ادتني كام؟ ادتني 1. مسك بعد كده في اللفة التانية الوايل بتاعي، اختبر النمبر اللي لسه أكبر من الصفر لأنه 1، راح قسم تاني على 10 وباقي القسمة بتاعي اللي هو 1. الواحد هنا حوله ب1، راح مسك الوان بتاعي وزوده على قبل كده الاوتبوت بتاعي اللي هو 7، فباقي الناتج بتاعي 1 7، وهكذا في باقي الارقام. يبقى كده العملية بتاعتي ناجحة. هيجي اللفة اللي بعدها هيلاقي النمبر بتاعي 1 على 10 بزيرو، فمش هينفذ اللوب بتاعي، وايل نمبر كده مش هينفذ، فهيرجع لي الاوتبوت في السترنجز بتاعي بأول element عندي، ده أول عنصر، وبعدين يعمل mapping للعنصر اللي بعده اللي هو 59، وينفذ نفس الكلام ده لحد ما يطلع لي ال strings بتاعتي. لو جيت هنا طبعت ال strings بتاعتي هلاقيها طلعت لي إيه؟ هلاقيها طلعت لي بالشكل ده. أدي أول نمرة عندي، نطبع قبلها ال numbers بتاعتي sum numbers عشان يبانوا فوق بعض، فيقول لي sum numbers ال 17 17 59 ده 514 1345. لو زودت اي رقم هنا او غيرت اي رقم مثلا 111، هلاقي طبعا لي هنا ايه 111، خليت ده 2 121. يبقى كده ممكن اجرب ارقام براحتي. يبقى كده انا عملت برنامج بسيط
عمل لي وظيفة كبيرة حلوة كتير، وعلمتني حاجات كتير، وفهمتني تقريبا خلاصة الكلوجر بشكل حلو. آخر حاجة هنتكلم عنها في الأوتو في الكلوجر حاجة اسمها أوتو كلوجر. الأوتو كلوجر ده عشان أفهمها بس هعمل مثال على طول يبينه، وليكن خلينا في النمبرز اللي احنا خدناهم قبل كده، النمبرز اللي فوق، ولقيت نعرف نمبرز جديدة وليكن هسميها n، لأن دي مجموعة من الأرقام مثلا من 1 لـ5 عشان تبقى أرقام بسيطة. ومثلا عايز أجيب النكست نمبر. فاكرين لما قلت لكم انا ممكن اقول كده next number يساوي n dot remove first، وده هينفذ لي كذا امر في بعض، 3 اوامر. هينفذ لي اول حاجه انه هيمسح الاول عنصر مثلا هنا في ال n اللي هو الواحد، وفي نفس الوقت قبل ما يمسحه هيحط القيمه بتاعته في ال next name اللي هي ايه، كالت. يبقى كده نفذ لي اكتر من امر. لو جيت هنا، انا هنا عملت print لل n بتاعتي، هنلاحظ ان ال n هنا ما فيهاش ايه، ما فيهاش الواحد، بدأت من الاثنين، يبقى ده نفذ لي كذا امر. طيب لو جيت حطيت ال n dot remove first، وده عبارة عن statement، حطيتها في closure، فكده بقيت عندي function، بقيت ادي النوع بتاعها ايه، closure. بقى ال next number هنا لو جيت استعلم عنه، ده زي ما واضح قدامي هنا، ده عبارة عن closure، بترجع لي int، ما بتاخدش حاجة، بترجع لي int. نلاحظ هنا لما طبعت ال n الطبع زي ما هي، ايه ده، ال next number كده ما خدش قيمة أول عنصر، وهو ده معنى الحته بتاعتنا دي اللي اسمها اوتو كلوجر. اوتو كلوجر بمعنى اصح عندي كلوجر معينه، الكلوجر دي خزنها لي عندك في مكان بس ما تنفذهاش غير لما انا اقول لك. لما انا اقول لك يعني ايه؟ لما اجي استخدم النكست نمبر. لو جيت قلت له مثلا برنت نكست نمبر بتاعي ده، ما ينفعش اقول له نكست نمبر كده وخلاص. لو قلت له برنت نكست نمبر طبعها لي على انها فانكشن، فلازم احط قوسين مدورين بتوع الفانكشن بتوعي عشان يعرف ان انا ايه، بستدعي الفانكشن ده. فهنلاحظ انه طبع الواحد، لو جيت بعدها طبعت ال n بتاعتي، هنلاقي ال n بتاعتي ناقص الاول عنصر اللي هو الواحد وبقيت 2. يبقى الاوتو كلوجر ده ان احط حاجه زي كده في قوسين معكوفين، معناها انك اجل لي تنفيذ الامر ده لحد ما انا استدعيه او استخدمه، لحد ما استخدم الكونستنت ده او الفاريبل ده ما تنفذش الامر. ممكن اقول له، ممكن ادخل الموضوع ده في فانكشن، يعني ممكن اعمل فانكشن مثلا اسميها call next number، هي هتنفذ لي نفس السطر ده بالظبط، وبين قوسين عايزها تاخد كلوجر، فهمثل الكلوجر بشكله اللي هو شكل الفانكشن اللي احنا عارفينه العادي، وليكن اسمه number، واخليه هنا يعمل لي طباعه للنمبر. اي امر انا عملت امر بسيط برنت، بس انه مجرد هاكسس، بس هستخدم، هعمل يوزنج للنمبر بتاعي ده للكلوجر، واقول له هنا كول نيكست نمبر، وحطيت هنا فتحت الكلوجر بتاعي وقلت له قلت له مثلا لان بتاعتي دي دوت ريموف فيرست، امسح لي اول عنصر كده. طبعا عشان انا نفذت الفانكشن دي وبصيت للكلوجر بتاعي، وعشان عامل امر برنت فنفذه على طول. فكده لو جيت طبعت بعدها، ال n بتاعتي، هنلاحظ ان ال n بعد ما كانت تبدأ من 2 بدأت من 3، يعني شايل الرقم 2 منها وطبعه خلاص نفذه، وطلع لي باقي، عمل لي ريموف لأول عنصر عندي. طب نفس الكلمة ده، نفس الأمر بتاعي ده، ممكن أحطه هنا، بس أحط قبل النمبر هنا، at sign، واكتب حاجة اسمها auto closure، ودي حاجة اسمها attribute هنستخدمها كتير، at sign attribute. الحاجات اللي زي ال attribute ده هنستخدمها في حاجات قدام، هي ممكن اللي يقراها هنا مش هيفهم منها ايه، بس دي ببساطة لو جيت هنا عملت call لل next number تاني، هلاحظ طبعا هنا في 2، هلاحظ في واحدة بتاخد شكل ال closure، وفي واحدة بتاخد شكل ال int شكل العادية، مش هعرف ان جواها closure، ومش هحط القوسين المعكوسين بتوع ال closure، انا هحط الامر على طول اقول له n dot remove first. فكده اللي حصل هنا بالظبط زي اللي حصل في المثال اللي فات، انه حذف
أول عنصر، وطبع العدل 4 و5 بعد ما كانت 3 و4 و5، حدث إن هو دي طبع التلاتة، نفذ نفس الأمر اللي فات بالظبط، باستثناء إنه في حالة الأوتو كلوجر هيتعامل هنا مع القيمة كمرتجع على طول انت من غير ما احط له الكوسين كلوجر، بس هيتعامل بنفس المبدأ بالظبط. الزيادة هنا حاجة اسمها اسكيبنج، حاجة اسمها نو اسكيب. الوضع الطبيعي بتاعي ده انه بيستخدم حاجة اسمها نو اسكيب، تتكتب كده بين قوسين واقول له نو اسكيب. النو اسكيب دي بتاعتي انا مش فاكر بتتكتب ازاي بالظبط، بس هو ده الوضع الافتراضي بتاعي. هو الوضع الافتراضي هنا انه مستخدم حاجة اسمها نو اسكيب. طب نو اسكيب معناها ايه؟ معناها ان البارامتر بتاعي او الكلوجر بتاعي ده مقدرش ابصيه لمكان تاني. يعني كمثال هعرف هنا مثلا array، تمام، عشان اوضح لكم الحتة دي هسميها مثلا custom numbers، والcustom numbers دي عبارة عن مصفوفة، مصفوفة فاضية، المصفوفة دي بتخزن جواها closure. يعني المصفوفة دي بتخزن جواها شوية أوامر closure عشان أأخر تنفيذهم وأنفذهم لما أستدعي الcustom numbers دي. فهمنا الفكرة أنا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز أخزن مجموعة أوامر، مجموعة الأوامر دي ما تاخدش مكان عندي في الذاكرة ولا تعمل أي حاجة، وتتنفذ وقت ما نادي على الكاستم نمبرز. فمثلا راح أقول له هنا يا عم امسك لي الكاستم نمبرز دي واعمل لي أبند للنمبر بتاعي. والله لو عملت كده هيحدث معي خطأ. لو قريت الخطأ ده، الخطأ ده معناه بيقول لي إن طبعا هو عشان الكاستم نمبرز ده لت مش فاريبل، لازم نخليه فاريبل الاول. طب خليته فاريبل عشان اقدر ازود عليه، برضو ظهر لي خطأ التاني. الخطأ التاني بيقول لي انت عندك هنا ما ينفعش احول من نون اسكيبنج اللي هو نو اسكيب فانكشن من نوع الاوتو كلوجر، تمام، للعاديه. فعشان استخدم الحاجه دي بفتح قوسين واكتب هنا كلمه اسكيبنج. مجرد كتبت كلمه اسكيبنج راح قبل انه يضيف النمبر ده ويخزنه لي هنا. فكده لو قلت له كول نيكست نمبر وقلت له ريموف نيكست، ومثلا عملتها مرة تاني، لو جيت طبعت ال n بعد كده طبع لي الخمسة لانه نفذ الامر بتاعي ده عادي، بصهولي في ال هو. طبعا هنا لما عملت كول نيكست نمبر كده ممكن ينفذ اللي قبلها، فاحنا هنسمي ده مثلا كولكت كلوجرز، مثلا نسميه باسم مميز كولكت كلوجرز. وهنلغي ده خالص. اللي حصل هنا انه خصم الارقام عادي، وده بسبب اني عامل امر برنت هنا جوه. امر برنت هيأكسس على النمبر، لا انا مش عايزه اكسس، الغي امر برنت، انا عايز اخزن بس الاوامر اللي انا بحطها في الكاستم نمبرز، يعني خزن لي مجموعه كلوجرز في حاجه تانية. لو جيت هنا عملت برنت المره دي للان، الاحظ ان الان بتاعتي ما اتغيرتش، فضلت زي ما هي لاخر مره. يبقى كل اللي بيعمله المرة دي انه بيباص الكلوجر ده ويحطه في حاجة اسمها custom numbers. لو جيت استعلمت على custom numbers دي هلاحظ انها ايه؟ انها اتنين function. لكن بقى لو جيت انفذ ال function بتاعتي دي، يعني مثلا اقول له custom numbers مثلا 0، فكده هينفذ الاولى، كده هينفذ لي الاولى. او ممكن اقول له مثلا عايز انفذهم كلهم مثلا for numbers and custom numbers، اعمل لي print يا عم للنمبر ده، فكده انا اكسسهم كلهم. لو جيت اطبع كده ال n دلوقتي هلاحظ ان ال n بتاعتي بقيت باخر عنصر موجود عندي. ممكن اضيف انا اخر عنصر مثلا هنا عشان افضيها خالص.
فكده خدت التلاتة والأربعة والخمسة وطبع لي آخر تلات عناصر وفضالي الـ N. خلاصة الموضوع، الاسكيبنج ده حاجة بتسمح لي إني أباصي الكلوجر نفسها في array أو في variable تاني أو أيا كان خارج الفانكشن الرئيسية بتاعتي، عشان أقدر أستدعيها بعدين، أقدر أستخدمها بعدين، أقدر أستخدم الكلوجر والأمر ده بعدين. هي حتة ممكن تكون صعبة شوية في الفهم، بس مع الأمثلة ومع الشغل كتير القدام بتاعنا نفتكر المفاهيم دي ونحاول نطبقها كويس، عشان كل الأساسيات والحاجات دي كل ما أكون قوي فيها أكتر كل ما هقدر أعمل برامج معقدة أكتر وأحل مشاكل أكبر، وبالتالي أعمل برامج احترافية ومفيش حاجة تقف معايا بإذن الله.